عبد السلام موسى. صباح الخير استاذ عبد السلام. صباح النور ست كلارا، إليك ولكل المشاهدين. شكرا. اليوم الحديث للشرق الأوسط، هذا التماهي والتكاملية في العلاقة مع الرئيس بري. هل الرئيس بري هو الذي يمهل أو عم بيخلي الرئيس الحريري يستمهل قبل الاعتذار؟ الرئيس الحريري طبعا منفتح على مبادرة الرئيس بري اللي اصطدمت بتعنت الوزير جبران باسيل، وكل ما سرب عن أجواء إيجابية عن لقائه بالخليلين كان مجرد تضليل وتحريف للوقائع. وشفنا الرد اللي صدر من محطة الام بي ان ومن الوزير علي حسن خليل على هذا التضليل اللي عم بيمارسه الوزير جبران باسيل. الرئيس الحريري بدأ سلسلة مشاورات تتعلق بحسم خياره بالاعتذار أو الاستمرار في التكليف، وشفنا هذه المشاورات استهل أمس بلقاء سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وهو سيستكملها مع الرئيس نبيه بري وأيضا مع تيار المستقبل وقيادات تيار المستقبل وفعاليات تيار المستقبل وجمهوره اللي عم بتم استفتائه بما يتعلق بالقرار الذي يجب أن يأخذه الرئيس الحريري، واللي قال امبارح أنه عيننا وعين المفتي على البلد وعلى مصلحة البلد، ويحاول بالقرار اللي بده ياخده أن يكسر الجمود الحاصل بملف تشكيل الحكومة نتيجة تعنت الوزير باسيل واحتجاز رئيس الجمهورية لتوقيعه على أي تشكيلة حكومية إذا لم تحقق مصلحة الوزير باسيل بإعادة تعويمه سياسيا بعد ما منى بانتكاسة العقوبات الأمريكية وبعد ما بات معزول في الداخل اللبناني. يعني اليوم كل اللبنانيين بمحل والتيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية بمحل آخر، كل المسيحيين بمحل والتيار الوطني الحر وجبران باسيل بمحل آخر. هناك حالة إنكار وهناك حالة هروب إلى الأمام تمعن بإفشال هذا العهد. هذا العهد قرر أن يفشل نفسه بنفسه وأن يكون أسير لمصالح جبران باسيل، وهذا ما حكم عليه بأن يكون عهد من أفشل العهود التي مرت بتاريخ لبنان، حتى بيت اللبنانيين يقولوا عنه عهد جهنم. ولكن لابد من التوقف عند أمر مهم جدا، وهذا اللي يمكن توقف عنده جبران باسيل ويستفيد منه، هو واقع أن الحركة السعودية ليست في مصلحة الرئيس الحريري. هل ينتظر الرئيس الحريري للاعتذار إشارة من السعودية اللي رح تفتح بوابة له أو رح تضل مسكرة بوابة كمان في واقع وهو الحركة السعودية التي حصلت؟ أنا بنصح التيار الوطني الحر والوزير باسيل انه يفتشوا عن كذبة، بس هيدا واقع، هيدا موجود، يعني ليس هناك من استقبال من للرئيس الحريري بالسفارة. معلي ست كلارا، انا بنصحهم انه يفتشوا عن كذبة جديدة او دعاية جديدة، لانه هيدي الدعاية بالذات ما عم تنطلي على حدا. يعني نفهم اليوم انه التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية هالقد منسجمين مع أجندة المملكة العربية السعودية إذا فعلا هي ما بدها تشكيل حكومة، كرمال هيك عم بيعطلوا كل المبادرات وعم يتعنتوا قدام كل المبادرات، لا بل هناك تشكيل حكومية بين إيدين رئيس الجمهورية. إذا هالقد رئيس الجمهورية حريص وبحب الرئيس سعد الحريري، في يمضي التشكيل الحكومية ويقطع عليه الطريق أنه يكون ناطر رضا المملكة العربية السعودية أو غيرها. المملكة العربية السعودية طول عمرها كانت مملكة تقدم الخير للبنان، وهي لا تتعاطى مع ملف تشكيل الحكومة لا من قريب ولا من بعيد. وقال السفير السعودي وليد البخاري عن زيارته لقصر بعبدة أن المملكة العربية السعودية تريد حكومة تلبي تطلعات اللبنانيين، والحكومة التي تلبي تطلعات اللبنانيين اليوم هي حكومة الاختصاصيين وحكومة المهمة التي يراد منها إنقاذ الوضع وانتشال لبنان من هذا الانهيار وفق المبادرة الفرنسية اللي رسمت خارطة الطريق لدعم لبنان. والأكيد عندما يتشكل هكذا حكومة في لبنان فأبواب المملكة العربية السعودية ستكون مفتوحة للجميع، وبالتالي يخيطوا بغير مسلل بين الرئيس الحريري والمملكة العربية السعودية، مش بينه وبين حدا، وحاولوا كتير وجربوا يبيعوا ويشتروا بهذا الموضوع من خلال الزيارة اللي قام فيها
الوزير سليم جريساتي للسفير السعودي، وسمع كلام بعتقد بلغوا لرئيس الجمهورية حول عدم تدخل المملكة العربية السعودية بتأليف الحكومة، وحول العلاقة المميزة التي تجمع الرئيس سعد الحريري بالمملكة العربية السعودية واللي ما بيقدر حدا يفوت بينها. ماذا ينتظر الرئيس الحريري لتحديد قراره؟ يعني قد ايه معنا وقت؟ كأنه عم ينحكى تنين ثلاثة يقدم الاعتذار، الآن هناك تريث، قد ايه بده ينطر معه الشعب اللبناني؟ لا شك الرئيس الحريري قلت لك خياراته كلها مفتوحة، وموضوع الاعتذار بيت مطروح على الطاولة، لكن اليوم هو رئيس مكلف وهو منفتح على كل المبادرات، واليوم صرح بكلام جدا واضح عن مبادرة الرئيس بري وحرص الرجلين على تشكيل حكومة بهذه اللحظة. رئيس الحريري رح يستكمل مشاوراته، وكلنا بنعرف اليوم أنه هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وحزب الله بالدرجة الأولى أيضا مسؤول، لأنه ما في حدا من اللبنانيين مقتنع أنه لو حزب الله بده حكومة ما قادر جبران باسيل يمون على جبران باسيل تيوقف تعطيل. يعني بهذا المحل هناك تناغم بخلاف الموقف المعلن عن تفويض الرئيس بري بهذا الملف، لأنه مفاوضة والتمسك بالرئيس الحريري، يعني موقف حزب الله متمسك بالرئيس الحريري. مبادرة الرئيس بري واضحة، وقد صرح في منذ أيام أن الرئيس الحريري موافق على مبادرتي وانتظر جواب جبران باسيل، والجواب كان سلبي بحسب اللقاءات مع الخليلين وبحسب التعنت اللي عم يبديه الوزير جبران باسيل. نحن اليوم الرئيس الحريري بدأ سلسلة مشاورات، وهو عم يستفتي شارعه وجمهوره، وأيضا يغلب مصلحة لبنان واللبنانيين عند اتخاذ أي قرار، وبالتالي إن شاء الله الحسم سيكون في اليومين المقبلين سواء بالاعتذار أو الاستمرار في التكليف، وهذا الأمر رهن المشاورات اللي حيستكملها مع رئيس مجلس النواب ومع كل المعنيين بتأليف الحكومة. إذا لم يعتذر الرئيس الحريري، لماذا؟ هل هناك أمل ما أنه يتغير رأي ربما الوزير جبران باسيل بحسب ما أنتم عم بتقولوا؟ يعني اليوم الوزير باسيل والتيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية موضوعين أمام كل اللبنانيين بموقع المعطل لتشكيل الحكومة، وأيضا موضوعين أمام كل العالم وأمام الفرنسيين. ولكن ملاحظة، الفرنسيين بوضوح حملوا الجميع مسؤولية، ومنهم الرئيس الحريري. واضح للجميع من يتحمل المسؤولية بتعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية. الرئيس الحريري منذ اللحظة الأولى انفتح على كل المبادرات وعقد 19 اجتماع مع رئيس الجمهورية بحسب الدستور، لكن عم نشوف اليوم أنه رئاسة الجمهورية تنازلت عن صلاحياتها الدستورية لرئيس التيار الوطني الحر، وحولت أصرب عبدة إلى مؤسسة حزبية للتيار الوطني الحر بهذا المحل. العودة إلى الدستور تقول بتأليف الحكومة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وكل الطروحات اللي بتحكي اللي عم بيقدمها الوزير جبران باسيل، الطروحات الهجينة بأن يكون هناك طرف ثالث يسمي الوزيرين المسيحيين كي يمنع الرئيس الحريري من التسمية، كل طروحات ما رح توصل لمحل، وفيها انفصام بالتعاطي مع هذا الملف. فبينما يتباكون على صلاحيات رئيس الجمهورية، منجي منلاقيهم هن عم يطلبوا تدخل طرف ثالث بخلاف الدستور. يا أما بدنا نكون عم نشتغل دستور، يا أما ما فينا نوصل لمحل. خلينا كلنا نقرأ بكتاب الدستور، خلينا كلنا نمد إيدنا لبعض لنقدر نشكل حكومة، لأنه فعلا الوضع بلبنان ما بقى يحمل طرف ست كلارا، يعني ما بقى نحمل طرف نعطل مثل ما عطلنا قبل سنتين ونص رئاسة الجمهورية تحت معادلة ميشيل عون أو لا أحد، وعطلنا أشهر طويلة تشكيل حكومات تحت معادلة كرمال عيون الصهر عمره ما يكون في حكومة. هذه السياسة ما بقى توصل على محل، لازم يقتنع التيار الوطني الحر وجبران باسيل أنه هذه سياسة الابتزاز ما بقى توصل لمحل. ما بدكم حكومة عمره ما يكون حكومة، جايين بعد فترة على رئاسة جمهورية، ما بدكم رئاسة جمهورية عمره ما يكون في رئاسة جمهورية. يعني ما فينا نتعاطى دائما أنه الحريص على انتظام الحياة السياسية وعلى النظام البرلماني بالبلد بده يضل عم يقدم تنازلات، والفريق الآخر بده يضل عم يتمسك بشروطه. هذه السياسة يطلعوا منها، يفوتوا على الدستور شو عم بيقول، وخلونا نشكل حكومة تنقذ
الوضع، لأنه الوضع بلبنان بطل ينطاق، وبالنهاية هذا العهد هو عهد ميشيل عون، وبالتالي أي نجاح لأي حكومة قد تشكل في انتشال لبنان من هذا العهد سيصب في خانة العهد. أما اعتذار الرئيس الحريري فسيضع هذا العهد أمام المجهول، لأنه أي شخصية جديدة رح يكلفوها بتشكيل الحكومة ما رح تقدر تنزل تحت السقف الدستوري اللي حدده الرئيس سعد الحريري، ورح تكون مهمتها صعبة جدا. وسمعنا كلام جدا واضح مبارح من مفتي الجمهورية والمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى بهذا الموضوع وبموضوع صلاحيات رئيس الحكومة المكلف. نحن عم نقول اليوم إذا كان رئيس الجمهورية ارتضى أن يتنازل عن صلاحياته الدستورية لبعض من حوله وتحديدا الوزير جبران باسيل ما لا يسمح لنا فيها، هو هذا الموضوع يعني نحن لن نسمح لأحد بأن يتناول صلاحيات رئيس الحكومة المكلف أو يستولي عليها، متمسكين بها ومشين حسب الدستور، وواضح لكل اللبنانيين اليوم المشكل وين والمعطل وين، اللي هو الوزير جبران باسيل، لكل المبادرات عم توقف عنده بهذا المحل. المنسق الإعلامي في تيار المستقبل عبد السلام موسى، أنا بشكرك على وجودك معنا ضيف في هذا الصباح، وننتقل مباشرة الآن إلى الحدث والزميلة كاترين حنا.